ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات العاطفة الخاصة بأصحاب برج الحوت في شهر نوفمبر 2019. برج الحوت الشهر ده هيكون فيه حب كتير وأجواء رومانسية ولحظات حلوة جدا جدا هنعيشها مع الشريك، لكن في بعض الحاجات اللي هتبقى عندنا لازم نخلي بالنا منها كويس وتماما، لان هيكون في بعض التقلبات. التقلبات دي هتكون مخليانا يكون في بعض المشاكل، بعض الانفعالات او الاحساس اللي شوية ممكن الشريك يكون بسبب عنده ضغوط معينة، هيحس ان انت يعني او انت هتحس معاه بتوتر او قلق. انت محتاج او هو محتاج جدا ان انت تقف جنبه وتدعمه. الابراج اللي انتوا هتكونوا مرتبطين بيها ارتباط جد او زواج، اللي منها هيكونوا بيعانوا من مشاكل، ممكن يكونوا بيتوتروا عليكم، ممكن يكونوا بيشدوا معاكم في الكلام، حوارهم صعب شوية، اسلوبهم في غيرة، في اي حاجة من الحاجات دي. هم نفسهم بيمروا بظروف معينة، عكوسات نقدر نقول معاهم بشكل صعب شوية، ده هيخليهم ان هم يكونوا معاكم بالتعامل ده. ولكن المتطالب منكم ان انتوا تقربوا منهم اكتر، ان انتوا تحسسوهم بالامان، ان انتوا تسألوا عليهم، تهتموا بيهم، ده يفرق جدا جدا معاهم ويساعدنا على تحسين العلاقة. الكلام ده يبدأ امتى؟ يبدأ من تاني اسبوع. اول اسبوع هيكون فيه اجواء رومانسية وحب ولحظات حلوة واخبار حلوة هنسمعها، هنكون مشتركين فيها، رغم ان برج الحوت عنده انشغالات قوية جدا، ولكن هيقدر ان هو يكون مع الشريك ومع عمله وحياته، بس هيكون اول اسبوع فقط. ولكن بعد كده هيبدا ان هو يتوتر في مجال عمله، ويتوتر بسبب التوتر اللي موجود عند الشريك. هيكونوا اكترهم من الابراج المائيه اللي زيكم، هيكون الحوت مع الحوت، السرطان ده من الابراج المائيه. من الابراج الترابيه برج العذراء بيمر شويه بحالات نفسيه، هنتكلم على توقعات احساس ومشاعر كل برج الفتره دي عامله ازاي، وده ملهوش دعوه بالحظوظ خالص، ده احساسك من داخلك. فبرج العذراء احساسه من داخله جدا جدا بيبكي كتير وفي حاله نفسيه متوتره جدا الفتره دي. من الابراج الترابيه برضو برج الجدي، من الابراج الناريه هيكون برج الاسد، برج القوس، من الابراج الهوائيه برج الميزان، برج الدلو، بيعانوا مشاكل كتيره نفسيه، مش مشاكل واقعيه او حاجه زي كده، لا هو حاجات احساسات نفسيه كده في الايام اللي هي بتبقى قله حظ معاهم، ولكن هم بيمسكوا في قله الحظ او في الزعل فبيخليهم يكونوا مكتئبين شوية او بيزعلوا شوية، فده اعذروهم تماما، هم محتاجينكم جدا. ده بالنسبة للناس المرتبطين او متجوزين، ولكن الوضع على فكرة هيتحل تدريجي، يعني لو احنا كمان عملنا ده فده هيساعد جدا، لو احنا وقفنا جنبهم وسألنا واهتمينا وطيبنا خاطرهم كده، الوضع هيسهل كتير قوي قوي من الوضع النفسي السلبي. ولكن احنا محتاجين ان احنا نطمن جدا، لان الوضع هيكون ميسر بالنسبة لنا. كمان خلوني اتكلم على الناس بقى اللي هم لسه في بداية ارتباطهم، الارتباط اللي هو مش خطوبة، ارتباط لسه مش بشكل جد قوي، الارتباط اللي هو لسه في البداية. عندكم في ترسيخ في علاقتكم العاطفية، يعني في تقوية في علاقتكم العاطفية، في حب جديد، يعني حبكم انتوا هيتجدد بشكل رومانسي بشكل حلو قوي، هيجمعكم لحظات رائعة جدا، هيجمعكم مفاجآت، هيجمعكم حاجات كتير، تفاصيل كتير هتخليكم تزودوا علاقتكم ببعض اكتر، وده هيكون الايجابية اللي دايما بيحس بيها برج الحوت في مرحلة الحب، ان هو يحس ان في شخص هو مسؤول منه جدا، او الشخص ده انت مسؤول منه هو، يعني ففي كلتا الحالتين انت بتحس بقد ايه اهمية الحب وعظمة الحب، نظرا اصلا ان انت برج عاطفي جدا برج الحوت، فبالتالي بيكون برج الحوت دايما عايز ان هو يعيش الحب والرومانسية، ده انت هتعيشها رغم ان حصل تقلبات عاطفية، ممكن يكون حصل خلافات، مشاكل، عدم تفاهم، خلافات كانت خاصة بالغيرة بالشك شوية، ولكن كل ده بدأ ان هو الوضع يتبدل للأحسن احسن والافضل، واجواء رومانسيه وحاجات كتير قوي قوي اتكلمتوا فيها، اتكلمتوا على، او ده كمان على فكره هيكون بدايه، يعني لو ده ما حصلش فده هيكون بدايه من الاسبوع التاني، نبدا او في اخر الاسبوع التاني هنبدا ان احنا نشتغل على ان احنا نلوم نفسنا ونقعد مع بعض قاعده، إيه انت بتغلط في كذا وانا بغلط في كذا، طب ما احنا ممكن نعمل كذا، وهتبداوا تصلحوا من اخطائكم لان انتوا بتحبوا. يعني خلوني اقول ان اللي مرتبط من برج الحوت الفتره الحاليه
تكونوا مطمنين شويه، لان نسبه معقوله ونسبه قويه من برج الحوت اللي مرتبط هو عايز يبقى مرتبط ارتباط جد، يعني عايز يحول العلاقه اللي هي ارتباط كده عادي او ارتباط مبدئي الى علاقه جاده جدا، ارتباط جدي، ارتباط رسمي، وبيسعى جدا لده. فبالتالي هو عايز يحسن من علاقتكم، وبيلوم وبيحاول ان هو يتكلم معاكي او تتكلم معاك عشان تحسنوا من العلاقه، عشان هم بيفكروا فيما بعد، بيفكروا في المستقبل جدا. فده علامه على الحب. هيبدا الوضع يتحسن ويبدا في قمه الرومانسيه وقمه الدلع وتحويل العلاقه من علاقه عاديه عاطفيه عاديه الى علاقه رسميه، يعني بتشير بقى لبدايات الزواج، هيكون من النص الثاني من نوفمبر. معنى كده ان برج الحوت عنده زواج في شهر نوفمبر جدا. برج الحوت من خلال التوقعات ان شاء الله موجود ان عنده نسبة زواج رهيبة جدا جدا، وتقديمات كتيرة وتقديمات خطوات كتير في مشروع الزواج. وخلوني كمان اقول ان برج الحوت عنده نسبة حظ حلوة جدا جدا في الحب والعاطفة والرومانسية في شهر نوفمبر بشكل كبير جدا. حتى المتجوزين رغم ان احنا قلنا ممكن يكون في بعض المشاكل او التقلبات، ولكن الوضع هيتحسن جدا بطريقة هتخلي الكل يستغرب، هم دول اللي كانوا في تقلبات كل شوية، هم دول. فهيبقى فيه كتير قوي قوي عين عليكم بقى، وخلي بالكم كويس جدا جدا. انت عندكم العين على موضوع العاطفة، فدي لازم نخلي بالنا. المهم ان كمان الناس اللي في لسه ارتباط لسه ما ارتبطوش اقصد، عندهم نسبه زواج رهيبه جدا جدا عندكم. في اشخاص كتيره انتوا ممكن تكونوا معجبين بيهم بتحبوهم، ولكن هيجي لكم فجاه شعور ان هو الشخص ده انا بحبه جدا، هل هو بيحبني؟ وهتحسوا بقد ايه ان انتوا جواكم حب ومشاعر وجو رائع جدا جدا من العاطفة والرومانسية، بس مش عارفين تعملوا ايه، مش عارفين تعترفوا، مش عارفين تلاقوا مخرج او تعرفوا الشخص اللي قدامكم بيفكر فيكم ولا لا. ولكن هيجي لكم فترة جرأة في خلال الشهر، هي فترة الاعتراف او فترة اللي انت توري اللي قدامك اني انا بحبك. فهيبدأ ان هو يرد عليك بان هو هيحصل كتير جدا جدا من الاجابة بالرد اللي هي الموافقة. فهيكون في سعادة كبيرة جدا لبرج الحوت ان الاشخاص اللي انتم بتحبوهم بجنون هيكونوا هم كمان جواهم نفس الشعور، ويبدأ ان هم يطلعوا الشعور ده، وتتفاجأ ان هيحصل في مراحل حب قوية جدا انت داخل عليها. كمان بالنسبة للناس اللي لسه في بداية الكلام برضو، هتلاقي ان في علاقات بتتحول لطريق جدي تماما، وانتم بتحضروا للزواج في النص الاول من نوفمبر للنص الثاني. هيبقى يا اما هيحصل الزواج في نوفمبر او خطوة ايجابية جدا، او في تحضيرات للزواج لان هو يتحدد في الفترة القادمة. ولكن هيكون شهر مبشر جدا 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 بالزواج والحب والرومانسية والعاطفة، جو رائع جدا. بالنسبة للناس اللي هيكون عندهم او اللي كان عندهم انفصالات الفترة اللي فاتت، هيكون عندهم رجوع ولا لا؟ هيكون عندكم نسبة رجوع هايلة، يعني عندكم رجوع كتير جدا جدا. خلوني اقول اكتر الابراج اللي هيحصل فيها رجوع ايه مع برج الحوت. هو مبدئيا برج الحوت اللي فيه كتير قوي قوي ونسبة كبيرة جدا من برج الحوت اللي بعد عايز يرجع، يعني هو عايز يرجع تاني لعلاقته العاطفية، ويمكن نسبة الرجوع هتكون في النص الاول جدا، يعني في النص الاول من شهر نوفمبر هي هتكون نسبة الرجوع قوية قوي قوي فيها. فيها لوم، فيها عتاب، ولكن فيها نسبة رجوع حلوة. الابراج اللي هترجع مع برج الحوت، الحوت والعقرب والسرطان، الابراج المائية بتاعتك عيلتك. ولكن برج السرطان لازم تخلي بالك تماما وانت بترجع معاه انك تلوم او ان انت تعاتبه، لانك هتطلع غلطان وهيحصل مشاكل اكتر. في رجوع يبقى ما تلومش وارجع من سكات، دي النصيحة مع برج السرطان بالذات. اما الابراج الترابية هيكون برج الجدي وبرج العذراء، وبرده برج العذراء عايز ترجع، ارجع بان انت تلوم بقى، يعني عكس السرطان انك تلوم، ولكن انك تلوم بطريقة ما فيهاش نقاش حاد، ما فيهاش تزمت، ما فيهاش عند، ما فيهاش ان انت تكون بتنقضه بشكل كبير جدا، لان برج العذراء وقتها ممكن يعند اكتر فبالتالي ما يرجعش، وممكن يبقى هيموت ويرجع لك جدا. الابراج اللي احنا بنتكلم عليها هي عايزة ترجع قوي للحوت، والحوت عايز يرجع لها. فالعذراء هيبقى شوية عنده صعوبة برضو في الرجوع، فلازم يبقى بنرجع بطريقة شروط معينة.
طبعا لو بنحب هنقدر ان احنا نعمل حاجات كتير عشان نزود الرجوع، ونعمل بالنصائح دي عشان نخلي فيه رجوع بشكل كويس. اما برج الحوت مع الابراج النارية هيكون اكترها مع برج الحمل وبرج الاسد، هيكون في رجوع بنسبة كبيرة قوي قوي، ولكن برج الاسد برضو الفترة دي بيمر بمشاكل وضغوط كتير جدا جدا، فبالتالي ممكن يكون ما عندوش استعداد للرجوع قوي. الابراج الهوائية هيكون برج الدلو وبرج الجوزاء جدا، ولكن اكترهم برج الدلو، هيكون في نسبة رجوع هايلة قوي قوي معاه. برج الجوزاء استغل الوقت عشان تعرف تتكلم مع برج الجوزاء، لانه ممكن يكون وقت مش سامح تماما ان هو يكون بيفكر في الرجوع، وممكن وقت تاني يبقى عايز يرجع، ولكن كمان برج الجوزاء هو عايز يرجع، بس في نفس الوقت ممكن يرجع ليه ان هو ينتقم منك، فخلي بالك، لان الجوزاء عنده نزع عايز يرجع، بس مش كله عايز يرجع، في منهم عايز يرجع للانتقام، ومنهم عايز يرجع حب، ومنهم مش عايز يرجع تماما خالص، حتى لو هو بيموت في الشخصية اللي قدامه. فلازم نفكر كويس قوي قوي في الرجوع مع برج الجوزاء. دي كانت الابراج او برج الحوت مع تعامله مع الابراج في العاطفة. طبعا بشكركم جدا، بتمنى ان انا اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. سلام.